كانت عندي وليمة، وكان هناك شخص لم يرضى أن يقوم معنا، فحلفت عليه وقلت له قم وهكذا علي الحرام أنك تقوم، فأرجو من فضلكم أن تنصحون بذلك. ما يجب الإنسان أن يحرم ما أحل الله، يقول عليك أن تفعل كذا، علي الحرام أن تفعل كذا، وعلي الحرام أن لا تفعل كذا، وعلي الحرام من أكل طعامك أو شرابك أو ذلك أو لباسك. لا، الله جل وعلا أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فليس للناس يحرموا ما أحل الله، وإذا فعل الإنسان هذا فعليه التوبة وعليه كفارة يمين، لأن الله قال: قد فرض الله محلة أيمانك. فإذا قال عليه الحرام ما يأكل كذا، عليه الحرام ما يزور فلان، عليه الحرام ما يأكل ذبيحتك، عليه الحرام ما يدخل بيتك، هذا من باب تحريم ما أحل الله، فحكمه حكم اليمين، فعليه كفارة اليمين إذا فعل ما حرم أنه لا يفعل.